تعالى نطمن على دور البرد اللي ماشي على رأي عدوية، ربنا يا رب يديله الصح. دور البرد اللي ماشي ده دور صعب وتقيل، يعني لدرجة ان انا قلقت، قلت ده مش برد. انا جه عندنا في البيت يعني مراتي والعيلين صابهم الوباء زي ما بيتقال، قاموا منها بالسلامة والحمد لله. بس ايه القصة بتاعت الدور الجديد ده؟ خلينا نفهم اكتر من ضيفنا العزيز عبر الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. يا اهلا 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 يا دكتور. مساء الخير استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك. مساء الفل على حضرتك وكل التحية ليك. دكتور حسام، ايه حكاية دور البرد المنتشر بين الولاد والبنات الزغنططين، والفرق اللي ما بينه وما بين الكورونا؟ يعني انا من الناس اللي اتخضت كأب، قلت يا خبر ابيض الكورونا رجعت لنا تاني ولا ايه؟ طيب استاذ يوسف، دعني كده اوضح لك للساده المشاهدين الموضوع بشكل واضح ومبسط على قدر الامكان. حلو. في فصول الخريف وبدايات الشتاء تزداد معدلات انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي في الانسان. الكلام ده حصل السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها ومنذ عشرات السنين، وهيحصل السنة الجاية واللي بعديها واللي بعديها. دي دورة للفيروسات بتنشط في فترة الخريف والشتاء. ليه في فترة الخريف والشتاء؟ لعدة أسباب، يمكن منها إنه الناس في فترة الشتاء بتحاول إن هي تقلل من التهوية عشان البرد، وبتقفل النوافذ والناس بتقعد في اماكن ضيقه ومغلقه وما بقاش في تجديد للتهويه سواء في البيوت او في المواصلات العامه. الجو في الشتاء بيبقى اكثر جفافا، وده الفيروسات بتتحرك بشكل اسرع في الجو الجاف عنه في الجو الرطب. الجو الجاف بيقلل من الافرازات التي تفرزها الاغشيه المخاطيه في الانف، وبالتالي بتسهل دخول الفيروسات الى الجهاز التنفسي. الفيروسات التنفسيه دي مجموعه كبيره جدا من الفيروسات، منها الانفلونزا اللي اسمه العلمي N1H1 اللي ينقسم الى A وB وC، وفي منه N7H9، ومنه الفيروس الغدي او الادينوفيروس، ومنه الفيروس اللي اسمه راينوفيروس، ومنه الفيروس اللي اسمه بارا انفلونزا، ومنه الفيروس اللي اسمه الفيروس المخلوي التنفسي او الار سي في. دي موجوده منذ عشرات السنين وسوف تظل موجوده. كل موسم في واحد منهم بيبقى معدل انتشاره اكثر. السنه دي معدل الانتشار الاكثر للفيروس المخلوي التنفسي او الار سي في، وده زيه في اعراضه زي الانفلونزا، بل يمكن هو اقل في شده المرض. يعني بيصيب الاطفال لحد سن سنتين بشكل اكثر انتشارا. من كل 100 في 99 او 98 بتبقى الاعراض عباره عن كحه وارتفاع بسيط في درجه الحراره وسيلان في الانف واعياء، وبيخف بدون حتى الاحتياج الى اي ادويه. طيب في عندنا 1% وخصوصا في الاطفال حديثي الولاده او المبتسرين او اللي عندهم عيوب خلقيه او اللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي او اللي مناعتهم قليله، الامور بتتطور الى التهاب في الشعب الهوائيه، وبالتالي بيبقى عندنا درجه حراره مرتفعه لفتره لا تقل عن 3 ايام، او صعوبه شديده في التنفس، او زرقان في الشفة وفي الأغشية المخاطية، ودولة اللي بيحتاج يروح المستشفيات أو بيحتاج يروحوا للأطباء. وده 1 من كل 100 أو 2 من كل 100، يعني في 98 ما بيبقاش عندهم هذه الأعراض الشديدة والموضوع بيخف بكل بساطة. طيب الناس أو الأهالي تعمل إيه؟ تعمل الآتي: زيادة وتقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية السليمة، من خلال كثرة السوائل، من خلال التهوية الجيدة، وفي حال لا قدر الله إذا الطفل جات له هذه الأعراض ما يروحش المدرسة عشان ما يعديش غيره لحد ما تزول الأعراض وبعد كده يروح المدرسة. طيب في حاجة كمان مهمة: الغسيل المستمر للأيدي، تطهير الأسطح بشكل مستمر،
هل هناك لقاح؟ ما فيش لقاح لهذه الفيروسات، او الفيروس ده تحديدا ملوش لقاح، وما فيش دواء مخصص لعلاج هذا الفيروس، بل هي منخفضات الحراره المعتاد. امتى يبداوا يقلقوا ويروحوا للدكتور؟ لما نلاقي ان في حراره مستمره لثلاث ايام ما بتنزلش بالمخفضات، ساعتها نروح للدكتور. لو لقينا في صعوبه شديده في التنفس نروح للدكتور، لو لقينا في زرقان في الافشيه المخاطيه والجلد نروح للدكتور. ده الموضوع في بوضوح وبساطه، حصل السنه اللي فاتت، حصل السنه اللي قبليها، هيحصل السنه الجايه وهكذا. يعني الموضوع مش حاله وبائيه زي ما البعض حاول ان يروج. اطلاقا اطلاقا. ربنا يطمنك يا دكتور حسام زي ما بتطمنا دايما. دكتور حسام اشكرك جدا 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 على الشرح الوافي والتبسيط للناس اللي زي حالاتنا، يعني اللي احنا ما احناش متخصصين في هذه النواحي الطبيه، وشكرا دائما على كل حاجه دكتور حسام. الف شكر، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه المصريه. هستاذن حضراتكم، لا قبل الفاصل، هو البيوت بلاش جو الشبابيك المقفله دي. انا من وانا قد كده اهو، كانت جدتي الله يرحمها تقول افتحوا الشبابيك، خلوا الشمس بتاعت ربنا تدخل، خلوا هوا ربنا يدخل، افتحوا الشبابيك. انا من الناس بتاعت افتح الشبابيك، انا اصحى من النوم اروح فاتح الشبابيك. طبعا البيت كله بيتقلب عليا، بس يعني ليه؟ ما هو الناس حافظه، يقول لك ايه الشباك والدنيا بقت برد وخلي بقى. يا جماعه هوي البيت، خلي هوا نقي نظيف يخش، مش بقول لك يبقى في زعابيب بره فانت فتح، لا خلي بس الهواء النظيف يخش. العيال فعلا عياها بسبب التكييفات والدفايات والحاجات العجيبه. زمان ما كانش في كده، كنت تلاقي الناس صحتها احسن، مناعتها اقوى الى اخره. وكلوا خضار، والله بتكلم بجد، كلوا خضار ني. انا برضو تربيت جدتي اصلا، كل الخضار ني هتلاقي فايدته في السماء، كل ما بيطبخ فايدته بتقل. كل خضار ني،